البروف ده بيتبع اشعه تمتد هذه الاشعه مره ثانيه كده من عند السلطان ما تمشيش من الاول ولا يمشي من الخشب بتاع الترابيزه اللي انا حاطط عليها الكوبي بيس. انا بظبط هذا الجهاز على سرعه معينه والسرعه معروفه. الجهاز ده بقى بيقيس لي الزمن في زمن قد ايه دي راحت ورجعت تاني في زمن قد ايه. يعني عندي السرعه معروفه والزمن معروف هي اللي بتديني السمك بتاع المعدن ده. لو انا حاطط الجهاز ده هنا وانا كان في جراك في الحته دي يبقى الويف تيجي كده وهتمشي كده. طبعا هتاخد وقت اقل من الوقت المصاب دي والتاني السوق بتاعك. هو الجهاز هنا يديني يديني السوق مباشره. السوق ده ليه؟ لو انا اخدت السوق ده قسته عرفت اقلب الويف فيس اقيس من الناحيه الثانيه يبقى اعرف الكلاك ده على مسافه قد ايه من السطح ده وعلى مسافه قد ايه من السطح. ده احنا بنستخدمه في صناعه الناس بالنسبه لقياس الالواء. انا لما اجي بخش فوق احب اعرف السوق بتاع الالواء شكله. اما في اللحام فوضع بسيط جدا مش وزن ده قوي حاجه زي كده. لازم يتمشى على سطح يكون ناعم ولازم احط له شويه شحم علشان يبقى ده كونداكتيف ماتيريال. وادي بروب اهو البروب ده بيدي وير بالشكل ده الوير دي تروح كده وتبدأ. لو كان هنا في أي حاجة في المعدن يبقى هتبتدي تقفل معاك. هتبتدي من هنا. أنا عندي الشاشة بتاعت الجهاز. دي الإيكو اللي هو الجهاز مجرد ما طلع الأشعة. دي الإيكو الثانية لما الجهاز دخل فيه الأشعة والتلج. لو في ايكو في النص هنا اعرف ان هو ارتد منه نتيجه تقريبا في فقاعه هوائيه او في كراك او في خبس او في اي سلاك انكلوجن في المنطقه دي ارتد منها. المسافه دي بالنسبه والتناسب والبروبورشنز اقدر اعرف ان دي على مسافه قد ايه من هنا. محتاج اشوف حساب مسافه بسيطه اقدر اعرف انا على مسافه قد ايه من السطح. أنا في الحقيقة في عمليات الانسبكشن هنا أنا محتاج إن أنا أعرف نيتشر أوف ذا ديفكت طبيعته. محتاج أعرف اللوكيشن بتاعها. مش اللوكيشن بس والأورينتيشن في ده ولا في ده بالنسبه لي. محتاجه شويه نوع من الخبره شويه انما الحقيقه الموضوع ما هوش صعب بالتمرين من غير ما نعمل استدعاء. اخر حاجه الار تي تليوتي. اخر حاجه الار تي الأخير هو الليور ديست. الليور ديست هي دي حاجة زي الأشعة بتاعت الدكتور اللي بتروح الدكتور تشوف الأشعة بتاعتي وأقدر أتكلم فيها بإسهاب المرة الجاية إن شاء الله. وأرجو إن أنا أكون وصلت المعلومة بالشكل المناسب لحضرتك وشكرا. رجع عصر كامل؟ فندم؟ رجع عصر كامل؟ ايه؟ رجع عصر كامل؟